بابا ضربوا اللي خطفوا ابنك؟ لا ما ضربهم، بس أبوك سوى خطة رائعة كتير وأنقذ جمال منهم. ممنونتك كتير، ما بعرف كيف بدي أتشكرك عمو ميرزا. العفو حبيبتي. يا روحي، معقولي هالحكي؟ بهار، ممكن نفوت على المطبخ؟ ملك، تعالي معنا كمان، بدي أحكي بموضوع. زهرة امسكي جمال. حبيبي، أنت بتحبيه كتير؟ ايه طبعاً، هو عيوني وروحي، وأنا كتير حبيته. جمال بيبي حلو مهضوم. ألف مبروك للكل. هاي زهرة وجمال اجتمعوا. هالشي بفضلك. بس هلأ في موضوع أهم بكتير. وشو هو؟ لازم نقول لزهرة أني بكون أبوها، وكمان لبيلين وروزجار. لا ميرزا، ما فيك تقلن، مو هلأ. ليش؟ لساتن ولاد، شلون رح يتقبلوا هيك موضوع؟ ولازم نحضرن نفسياً لنخبرن هالحقيقة. وكمان مو لازم تعمل تحليل الدي ان اي؟ تحليل الدي ان اي؟ انت شو عم تقولي بهار؟ وصلوا. هن حاجزين ابني بهذا البيت. ايه بهار، ما في داعي لا لتحليل الدي ان اي ولا لغيره. زهرة بنتي أنا. أنت عم تغلط يا ميرزا، وعم تتصرف بدون ما تفكر بنوب. طلعي من اليوم ورايح، ما عاد بدي أسمع منك ولا كلمة واحدة بتتعلق بهالموضوع، فهمتي؟ سكري على الموضوع.